مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، أمسية طيبة إن شاء الله ليكم، وإن شاء الله يومكم مبروك، وأمسيتكم أيضا إن شاء الله تكون مباركة وطيبة وهنية بما تعني أو يعني بشكل كامل لهذه الكلمة. إحنا اليوم طبعا مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامج بلاد، طبعا حلقتنا اليوم فيها ثلاث أجزاء. حنتكلموا في الجزء الأول على جزئية اليوم طبعا صارت، وهو وصول المستشار لبعثة الأمم المتحدة، المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة باولو سيرا الإيطالي طبعا لمدينة الزنتان. حنتكلموا في هذا الجانب مع مراسلنا من مدينة الزنتان طارق الغناي، الوصول كيف كان، الاستقبال، من استقبله، العديد من الأسئلة إن شاء الله حنطرحها عليه مراسلنا. لكن قبل ما نبدو في المحور هذا مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف اللقاء اللي جاءته 218 مع المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا باولو سيرا الإيطالي، ونرجع. It's very important for us to be in Zintan. This is my first time here. I'm very glad. من المهم جدا أن نزور الزنتان، وهذه أول مرة لي هنا، وأنا مسرور للغاية. ومن المهم أن نكون هنا لأنه لم يسمح لنا من قبل الزيارة حتى إلى طرابلس، لذلك نحن اليوم هنا في الزنتان. منذ أن تم تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وتم اعتمادها لحكومة الوفاق، لذا أتينا للزنتان وهم أيضا جزء من لجنة الترتيبات الأمنية. نحن هنا لاستماع أهل المدينة حتى يتسنى لنا فهم الوضع بصورة أفضل، ونحن سعداء بأن يكون هناك ممثل الزنتان داخل لجنة الترتيبات الأمنية، وهذا يساعدنا كثيرا. معنا رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، وهم سيناقشون هذا الأمر لإيجاد حل لذلك. هذا جزء من الخطة وستكون عملية طويلة، ولكننا سنعالج ذلك الأمر خطوة بخطوة. أنا سعيد بوجودي هنا، وأعتقد أننا سنواصل هذا الأمر وسنزور الزنتان مرة أخرى. I'm welcome here, so I'm happy to be here. It's my first time and I think that we hope in a good contact now with Zintan. تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة باولو سيرا المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وللحديث حول هذا الموضوع وسبب زيارته إلى مدينة الزنتان ينضم إلي الآن عبر الهاتف في مدينة الزنتان مراسل 218 طارق الغناي. طارق مساء الخير. مساء النور أستاذ زيد ولكل مشاهدي قناة 218. نعم طارق، في البداية كيف كانت زيارة باولو سيرا للزنتان؟ يعني خلينا نحكوا على الاستقبال، من استقبل المبعوث العسكري؟ بالفعل قام باولو سيرا اليوم ظهر اليوم بزيارة قصيرة إلى مدينة الزنتان، وكان في استقباله عدد من أعيان ومشايخ مدينة الزنتان والقادة العسكريين في المدينة. نعم، كم استغرق الزمن للزيارة طارق؟ استغرق الاجتماع بوجهاء مدينة الزنتان والقادة العسكريين داخل المدينة تقريبا حوالي 3 ساعات، جرى خلالها مناقشة عدة قضايا، من المهاجرين من أبناء مدينة الزنتان القاطنين في مدينة طرابلس، وأسس وتفعيل ودور ومشاركة المدينة وكامل ليبيا في حكومة الوفاق الوطني. نعم، مسألة لقاء باولو سيرا مع مشايخ قبيلة الزنتان وعيان القبيلة في الحقيقة ماذا تعني، وما كان في طياتها بشكل مباشر طارق؟ لا يخفى على الجميع الدور الكبير التي قامت به مدينة الزنتان ولازالت تقوم في مدينة الزنتان منذ ثورة 19 فبراير وإلى يومنا هذا في لم الشمل والوحدة الوطنية في كامل التراب الليبي، وهي تعتبر ركيزة ولاعب أساسي في الواجهة السياسية للدولة الليبية. نعم طيب، مسألة أيضا الاستقبال وهي مهمة في حد ذاتها، الوفود العسكرية اللي استقبلت باولو سيرا، هل هي من مدينة الزنتان فقط أو أنها وفود عسكرية من غرفة عمليات المنطقة الغربية؟ لا، اليوم لما يلتقي باولو سيرا بعيد من القيادات العسكرية التابعة للجيش الليبي، سواء من غرفة العمليات المنطقة الغربية أو غرفة عمليات طرابلس، لم يلتقي بهم، بل كان اللقاء محدد بأعيان ومشايخ والقادة العسكريين داخل مدينة الزنتان. يعني زيارة طارق موجهة فعليا أو رسميا لمدينة الزنتان بعيدا عن أي جهات أخرى؟ نعم، هذا من ضمن الأسئلة الصريحة والمباشرة التي واجهناها لباولو سيرا، هل هي زيارة للمؤسسة العسكرية وقادتها أم لمدينة الزنتان وأعيان مدينة الزنتان؟ أجاب أن هذه الزيارة مخصصة لأعيان ومدينة الزنتان بالتحديد،
طرح وجهات النظر وتقريبها فيما بينهم. نعم طارق، أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة تداولت اللي هي في بعض من المتظاهرين يعني في استقبالهم لباولو سيرا يعني تعرض للسب والشتم أو إلى محاولة الضرب، هل هذا صحيح؟ نعم، خرجت مظاهرة احتجاجية لبعض شباب مدينة الفنتان يعبرون عن اشتياقهم من الحالة التي تمر بها الأزمة الليبية وإلى ما وصلت إليه، وهي بالفعل نفس المطالب التي قام بتوجيهها أعيان ومشايخ مدينة الفنتان، تتركز على عودة المهاجرين والنازحين لمدينة طرابلس. الأسر النازحة من مدينة طرابلس تبلغ حوالي 3000 أسرة نازحة هجرت على الهوية من مدينة طرابلس. هذا كانت النقطة الأساسية التي ارتكز عليها احتجاج المظاهرين متظاهرين واحتجاج أعيان ومشايخ مدينة الفنتان. نعم. طالب المحتجين بتفعيل المؤسسة العسكرية وأن تقوم تحت سياسة وحكم المجلس الرئاسي الوطني. نفس طيب. المطالب التي قام بها المحتجين هي نفس المطالب التي قدمها عيان ومشايخ مدينة الزنتان. نعم. نعم طارق، لأكثر من مرة تحدثت على مسألة عودة المهجرين من مدينة الزنتان ومن أبناء الزنتان إلى مدينة طرابلس، هل باستطاعة باولو سيرا أن يحقق هذه الرغبة؟ وكيف أيضا من وجهة نظري؟ وجهنا هذا سؤال مباشر لي، وقال أن برفقته مسؤول ملف حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان مرافق له في هذه الزيارة، عبر عن استياءه لوجود مهجرين ونازحين ليبيين داخل ليبيا سواء في مدينة طرابلس أو أي مدينة أخرى، كما قال أن هذا الملف يعتبر معقد وشائك ومدة أو الحل له سيحتاج إلى مدة طويلة. نعم، الحديث على دعم المؤسسة العسكرية طارق اللي تحدثت عليها بحيث أنها اللي هي تكون تابعة للمجلس الرئاسي، هل تحدث الرجل على أن سيتم دعم المؤسسة العسكرية وسيتم خلاله على الأقل محاولة رفع الحظر من قبل مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي؟ بالنسبة للمؤسسة العسكرية قام أعيان الزنتان والقادة العسكريين داخل المدينة بتوجيه هذا الطلب أو بالأحرى هذا الخيار ليكون المرحلة القادمة هي مؤسسة مرحلة المؤسسة العسكرية مرحلة مؤسسة الدولة الجيش والشرطة، لا نريد الرجوع إلى المربع الأول كما كنا عليه والعودة إلى نقطة الصفر والخلاف والاحتكام إلى السلاح من جديد. نعم، مقابل هل استقبل أو التقى العقيد إدريس مادي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية بباولو سيرا؟ لم يلتقي العقيد إدريس مادي بباولو سيرا ولا أي ضابط تابع للقيادة العامة للجيش الليبي. حسب الأخبار طارق، شنو السبب اللي ما خلاش العقيد إدريس مادي يلتقي به؟ لا نعلم، لكن خارج الكواليس أن باولو سيرا عن هذا السؤال، هل كانت هل زيارتكم هذه سيكون فيها لقاء للمؤسسة العسكرية وقائدتها؟ كان جوابه غير مباشر، ان اتصالهم بالمؤسسه العسكريه سوف يكون مع القياده العامه للجيش الليبي في المنطقه الشرقيه غادي وبالاحرى للفريق خليفه حفتر. نعم طارق، اي معلومه حابب تضيفها او سؤال حابب نساله مسالك شيء بخصوص هذه المعلومه تحديدا؟ المعلومه او التوضيح هي كانت معاناة ومأساة المهجرين والنازحين، هذه هي الدرجة الأولى وإن شاء الله تكون لها حل. نعم طارق الغنائي مراسل 218 كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الزيتان، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير ونرجع نكمل الجزء الثاني من حلقة البلاد، أرجوكم خليكم معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الأول، ودخلنا الآن في الجزء الثاني من برنامج بلاد. طبعا الجزئية هذه في الحقيقة خصصناها للفزع بشكل مباشر، وهذه حتفهموا ليش مشاهدينا الكرام احنا تقصدنا هذه الكلمة. لكن في البداية خلي نرحب بالدكتور مصطفى عبد الهادي، باحث وأكاديمي، ضيفي في الاستوديو. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. شكرا دكتور لتلبيتك دعوتنا وحضورك معنا اليوم في البلاد. طبعا قبل ما نتكلموا على المحاور اللي هي للفقرة هذه، خلينا نشوف التقرير الفزع ونرجع. يأبى سكان بني وليد وترهون وراس لالوف وما جاورها إلا أن يضربوا أنصع الأمثلة في التكافل الاجتماعي، يفتحون قلوبهم قبل بيوتهم لاستيعاب إخوانهم الذين فقدوا الملاذ وخرجوا لا يحملون من متاعهم إلا القليل. فجاءهم أهالي تلك المدن في فزعة الليبي الأصيل، يحملون الطعام والبطاطين إلى من قضوا ليلتهم في سياراتهم، يتقاسمون معهم لقمة العيش، بل يؤترونهم وأطفالهم على أنفسهم وأطفالهم. بالنسبة لوضع الطريق كويس، يعني حتى لعند جينا القطران وكل شيء ولقونا يعني بترحاب وقلب طيب، وبنزينة والمواصلات والعطلة للسيارة طبعا جروا هلا وبارك الله وفيهم، يعني بالنسبة للكف ووف وبالنسبة لإخوتنا في الطريق والفلة وقبائل الفلة والفلة بارك الله فيهم، وموفر لنا وسيلة الراحة وكل شيء، نحن مع كينا في بلادنا وخير يعني، مشكورين يعني على الجهد اللي داروه وما قصروا الحق بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. لم يثنهم في ذلك ما تعرضوا له هم أنفسهم من ظلم وتعدي، بل زادهم إحساسا بمعاناة أبناء جلدتهم في بلد كله يعاني. هذه هي الفزعة الليبية المعروفة عبر التاريخ، تقليد في التضامن والإحساس بما يعانيه الجار، لا زالت موجودة رغم المجاميع المسلحة والمجاميع التي تتأرجح ما بين وبين. تابعنا مشاهدينا الكرام التقرير، هذا القصد من الفزع اليوم. طبعا احنا شفنا حقيقة مدينة ترهونة ومدينة بني وليد، فزعتهم لإخوتهم وأهلهم وناسهم في مدينة من مدينة سرت، اللي الله غالب الوقت شوية جاء صعب، مدينة بالكامل سيطر عليها تنظيم داعش، قتل صفة استولى على بيوت يعني وأرزاق ناس بما تعني الكلمة وما تعني الصورة الكاملة. حنتكلم على الجانب هذا وأهمية الفزعة للوطن في الوقت هذا. دكتور طبعا رحب فيك من جديد. احنا اليوم نبغى نديروا اسقاط حقيقة لمسار في من 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 لاخوتنا في مدينة سرت، وتوجههم ايضا لمدينة بني وليد ومدينة ترهونة. الفزعة دكتور في الوقت الحالي ما هو المفروض من احنا كبشر او كناس عايشين في بيئة واحدة ان نستفيدوا من هذه الكلمة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر برنامجكم وأشكر حضرتك أخوي عز الدين على الاستضافة. طبعا اللي حصل في الأيام الماضية، على الرغم من أنه كان مأساوي وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة، يعني شكل نزوح الناس وخروج العائلات، ويعني ما يختلفوش اثنين أنه هو مأساوي طبعا بطبيعة الحال، لكن بالمقابل كان هناك إيماءة مضيئة في هذا الأمر. يعني عندما تنظر إليها وتتأملها تشعر أن البلاد ما زال بخير، يعني ما زال الناس فيها خير الحمد لله، خصوصا الفزعة اللي حصلت هذه من الناس واللي طلعت من سرت ومن زمزم ومن القداحية ومن الهيشة ومن المناطق هاي اللي سيطر عليها التنظيم الإرهابي، وزي ما ذكرت حضرتك يعني فعل بالناس الأفاعيل بدأت في المدة الماضية في سرت، يعني مش بنوليد فقط أو ترهونة فقط، يعني استقبلتهم كل المدن اللي كانوا في طريقها سرت، ذهبوا بعض الناس منها إلى استقبلتهم بني وليد، استقبلتهم ترهونة، استقبلتهم مزليتن، استقبلتهم العزيزية، كل هالمدن الليبية هذه. يعني اليوم هؤلاء الناس بدينا نشعر فعلا أن أهالينا في سرت وفي زمزم والقداحية وغيرها من اللي خرجوا تحت الظروف القاهرة هذه هم في حضن ليبيا كلها بشكل عام، يعني بغض النظر عن مسميات المدن.